اللي تخول لنا اننا نشاركوا في احد الكؤوس الافريقيه ان شاء الله الموسم القادم. هذا كيتبين بان من خلال الدورات السابقه ففريق شباب الريف العسيمي عنده طموح ايضا للحصه ديال الاهداف اللي كيفوز بها في قلب الميدان كثير ديالهم بالكره القدم الاسبانيه، ولا هذا عامل خصوصي مميز للجمهور ديال الحسيمه؟ بالنسبه للسير ديال الجمهور اللي انا صراحه تنتفاجئ لانهم تيحضروا بكثافه، سواء يعني بعض الفرق الوطنيه ممكن انهم تتكون مقابلات عاديه الجمهور ما تيحضرش الا ما تتواجهش الوداد او الجيش او الرجاء، ولكن في احسن الظروف ورغم الاصابه يعني ما نكونش متشائم ولكن غادي نكون متفائل اكثر، لان الدعم ديال المكتب ولا اللاعبين ولا الطاقم التقني ولا بعض الاصدقاء ديالي هو اللي راسخ في الذهن ديالي انه يعني الانسان ما تيعرفش قيمته حتى تيكون مضروب او تيكون وقعت له شي حاجه، يعني تتكون تتعرف راسك بانك محبوب عند الناس من طنجة للقويره، الناس بقيت فيهم كثير. نعم هضرنا على مجموعه من الخصوصيات ديال اللاعب اكنا، ونرجعوا للمقابله ديال شباب الريف الحسيمي الدفاع الحسن الجديدي معا في المرتبه الرابعه عندهم نفس لكن شباب الريف الحسيمي حاليا يعني في صحه جيده وجميع وريكيبير الجمهور ومع النشيد الوطني المغربي. فريق شباب الريف الحسيمي المدرب حمادي حمدوش وحسن الرقاقي اعتمدوا على التشكيلة التالية: خالد العسكري، بقية لاعبين سعيد الزيدي، كوروما فاتوكوما من الكوت ديفوار، علي الجعفري عميد الفريق، أبو بكر مكازا من مالي، عبد الصمد المباركي العائد بقوة لتعزيز صفو فريق شباب الريف الحسيمي، منير الطيفي، طارق الجنبي، نبيل أمغار، نسيم أرنولد من الكاميرون، وصابر الغنجاوي. في الاحتياط هناك نورتي بن قميري الأخضري ديالو سن صغيرة، ومن المحتمل أن تتم المناداة ما تمكنش منها. الشيء المميز للدفاع الجديد أنه مسكين خط وسط بشكل جيد. هذه محاولة خطيرة ديال فريق الدفاع الحسن الجديد، محاولة خطيرة وهدف هدف اللاعب زكريا حضراف لاعب المنتخب الأولمبي من مواليد سنة أوسط بشكل قوي لاعب فريق الدفاع الحسن الجديدي. لاحظوا الهجوم الذي قاده اللاعب زكريا حضراف وسجل الهدف الأول في شباك الحارس خالد العسكري. إذن فريق الدفاع الحسن الجديدي متقدم أمام شباب الريف الحسيمي بهدف مقابل لا شيء. كان فراغ على مستوى خط الوسط بالنسبة لفريق شباب الريف الحسيمي. فيفيان مابيدي وزكريا حضراف 1-2 وتسديدة استقرت في والعسكري لا أنصار فريق شباب الريف الحسيمي بألوانهم الحسن الجديدين مستقبلا دياكيتي المالي وعصام حاتمي أضحية خارج مفكرة الميلاني لعدم فرض المكانة ديالهم الرسمية، وتكون إعارة بالنسبة للشاب حاتمي لأحد الأندية الوطنية. في التنفيذ هناك سعيد الزيدي للعميد علي الجعفري. الجعفري غادي يمر في اتجاه منطقة العمليات ارتقاء وهدف نبيل أمغار هدف التعادل. والطريقة باش نفد علي الجعفري تمريرة طريقة جميلة، كان الارتقاء ولكن كانت المتابعة ديال نبيل أمغار
لاحظوا علي الجعفري تمرر، كان ارتقاء ديال سيمان أغنولد، الكرة استقرت أمام الرجل. ديال اللاعب عادل صعصع الذي يسجل ضد مرمى. عادل صعصع عميد فريق الدفاع الحسني الجديد هو اللي سجل ضد مرمى. إذا تعادل. عادل صعصع تمرر في يد الحارس خالد العسكري. قلت بأن التمريرة ديال عميد علي الجعفري كانت جيدة. أنصار فريق شباب الريف الحسامي ينتظرون أهداف وأيضا عرض. كاين داير لا بريسيون على اللاعبين ديال فريق شباب الريف الحسيمي. هما يمكن عارفين كيفاش الخطه ديالهم، هي ما يخليوش وسط الملعب ديالنا يلعب كره، لان عندنا فريق تقني اكثر ما هو فريق عادي تيتحكم على الكره، ولو الضغط كان من نص الملعب الضغط على الفريق ديالنا اللي جعل بان كانوا سريعين لما تيخطفوا الكره وكانوا خاطرين اكثر، ولو نقولوا بان الحارس العسكري ما كانش عنده في نعم جوج ديال الفرص كان عارف، ولكن انا ما قلل في الشوط الاول حتى هنا كانوا عندنا فرص، ولكن غير تنظن بان عرفوا كيفاش يوصلوا الكره للمعسكر ديالنا في اقرب وقت. لوديو او الثنائيه بين اللاعب كارل ماكس المهاجم ديالهم ديال الدفاع الحسن الجديدي واللاعب ماكاسا، شفنا بعض الحالتين انه لاعب ديال قلب هجوم ديال الدفاع الحسن الجديدي تمكن من التخلص من الحراسه ديال هو ماكاسا. لاعب احتياطي هذه السنه هذه، ناقص لياقه ناقص مباراه، لان العفافره هو الاساسي وعنده واحد التفاهم مع الجعفري قوي. كاين واحد سوء تفاهم ما بين ماكاسا وما بين الزعفاري، لان هذه مبارتين اللي لعبوا جميع اللي جعل بان تيعمل بعض الاغلاط، كنت دائما عنده ديك لي زانترفونسيون شويه معطلين على المهاجم اللي جعل بان كارماس يمكن بان افضل، ما خدا زعما لا سوبيريور تاع لا. ايضا الثنائيه بين كارل ماكس واللاعب صعصع اللي كان خطير ايضا على مستوى الاجنحه، كل صعصع الخروج ديالو التعويض ديالو غادي يريح شيئا ما ما يريحش، ما تنش يريح، لان اللاعبين كلهم في نفس المستوى نفس المستوى لا عرف كيفاش يتعاملوا معاهم، لان احنا في ميداننا وتلعبوا ذاك اللعب الجماعي اللي تضغط على الفريق اللي يعي الفريق وتنستافدوا، لان الاهداف اللي كنسجلوا كنسجلوهم في الشوط الثاني اكثر. تنظن بان الفريق في الشوط الثاني الا تحكم على المقابله نقدر نكونوا افضل من الجديده. نعم كنعرفوا الهدف الاول ديال فريق الدفاع الحسن الجديدي في الدقيقه 25، 10 دقائق تمكن الخط هجوم ديال فريق شباب الريف الحسيمي باش يعود في النتيجه. هاد الضغط وهذا شيء جميل جدا انه الفريق يرجع في النتيجه في ظرف واحد المده صعب عليه باش يتخطاهم، وبالخصوص في هذا الوقت هذا اللي وبالخصوص هذا الوقت هذا اللي فيها يمكن ما لعبش المباراه ديال اللي قبل، وعاش واحد المرحله نفسيه صعيبه، لان من بعد المباراه ديال المغرب التطواني توقف وما عرفش علاش، هو تيحس براسو مظلوم. نعم الحقيقه تيكون مظلوم، هذا هو اللي جعل بان مستواه ماشي هو المستوى اللي تنعرفو. السيد عبد الصمد الباركي يسدد، هذه محاوله خطيره وهدف، هدف اللاعب سلمان ولد الحاج، الهدف الثاني لفائد فريق شباب الريف الحسيمي وسط الذي عوض صابر الغلجوي ضربة خطأ يسددها اللاعب لمباركي، وكانت الكرة أمام سلمان ود تشاهدوا الهدف الثاني ديال سلمان ود الحاج. حكم تيازي تطلب اللاعبين تهدأ من الروعة ديالهم باستئناف المقابلة. عادل صعصع عميد فريق الدفاع الجديدي. نشاهد مرة أخرى الهدف الثاني. حوار بين جمهور الحسيمة
الاحترام لاعب. وتيازيت يتحدد حتى المكان باش بس في التامل له تباطأ، كان خروج موفق للحارس محسن بوخاف. صعب 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 صعب، لكن الحكم هشام تيازي يقر ب يستعد كاميروني هداف البطولة الوطنية لتنفيذ ضربة الجزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة. سيمان أمام أيوب لاما بالرجل اليسرى يهدر أمام استغراب الجميع، يهدر ضربة جزاء أمام استغراب الجميع. إذن يفوز في هذا اللقاء من فريق دفاع الحسين الجديدي. الكلمة للزميلة قائمة بالعشي. بدأت تنخفض.